الرحيم، هذا منتوج جديد جانا ما شاء الله تبارك الله، بلاستيك ضد الجمر ما شاء الله تبارك الله، وزي ما انتم شايفين نحرك فيها الجمر ما شاء الله تبارك الله، ولا عندك اي مشكلة ما شاء الله تبارك الله. واللي عنده مدخنة برضه ياخذ الجمر على راحته وياخذ ويحط الجمر اللي هو يبغى ما شاء الله تبارك الله، واللي يبغى يشوي ما شاء الله تبارك الله. زي ما انتم شايفين النار ما شاء الله تبارك الله حركها بكل سهولة. طبعا هذه بمحل شبيه الريح بتبوك،